في المكان ده انشق البحر لسيدنا موسى. من ضمن المعجزات اللي ذكرت في القرآن الكريم هي معجزة انشقاق البحر على ايد سيدنا موسى، لما سيدنا موسى وبني اسرائيل كانوا واقفين على البحر من وراهم جنود فرعون ومن قدامهم البحر هيغرقوا، فقالوا لسيدنا موسى إنا لمدركون، احنا خلاص انتهينا. لكن سيدنا موسى رد عليهم وقال كلا إن معي ربي سيهدين. واللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي هو البحر، ده البحر الأحمر. يقال إن المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي هي المنطقة اللي حدثت فيها معجزة انشقاق البحر. وكمان في السعودية بيقولوا، شايفين المنظر اللي قدامي هناك ده؟ المنظر اللي قدامي ده هو الجبال الخاصة بالسعودية، يعني احنا دلوقتي في جانب مصر والاتجاه اللي قدامكم ده هو اتجاه السعودية، لكن في فتحة كده هجيب لكم الصورة بتاعتها هتشوفوها قدامكم، عبارة عن فلقتين، ويقال عندهم إن هي دي المنطقة اللي حدثت فيها معجزة انشقاق البحر. يعني تخيلوا معايا إن سيدنا موسى وبني إسرائيل دلوقتي كانوا خايفين جدا، ولما سيدنا موسى مسك العصا وضرب بيها البحر انشق وبقى عبارة عن توض عظيم، المية بتنزل من الاتجاهين كده وما بينها يابسة. متخيلين ان يبقى فيه مية نازلة من الاتجاه اليمين ومية نازلة من الاتجاه الشمال واليابسة في النص من غير ما المية تبل لها؟ ومر بني إسرائيل وسيدنا موسى من خلال الممر ده، الممر الصخري أو اليابسة داخل البحر، ووصلوا لاتجاه النجاة. يعني تخيلوا معايا دلوقتي إن المية موجودة هي زي ما انتم شايفين، وهنا الممر اللي عدى فيه بني إسرائيل وسيدنا موسى، وكانت المية نازلة من الاتجاهين حرفيا، لكن شايفين المية دلوقتي بتيجي في الممر ده. وقت سيدنا موسى المية كانت تيجي هنا وتقف، والمية كانت تيجي هنا وتقف، ويبقى هنا ممر صخري أو ممر من اليابسة ما بتجيش فيه المية، مر من خلاله بني إسرائيل ووصلوا لاتجاه النجاة في الاتجاه الثاني. فرعون وجنوده كانوا موجودين في الاتجاه ده، ولما شافوا سيدنا موسى وبني إسرائيل بيعدوا افتكروا إن هم كمان يقدروا يعملوا كده، لكن مجرد ما دخل فرعون وجنوده في المية بدأت المية تغرقهم. وهنا فرعون اللي كان فاكر نفسه الإله بدأ يستنجد بسيدنا موسى، لكن قال أنا وقد عصيت. فأنتوا متخيلين إن فرعون مجرد ما المية نزلت عليه أدرك إن هو مجرد بشر وإنه مش إله زي ما بيحاول يقنع بني إسرائيل والناس اللي حواليه، ومجرد ما أدرك إنه خلاص هيغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أنت دلوقتي جاي تفتكر إن هو ده الإله وإن أنت مجرد بشر، لكن ربنا خلاه آية وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والله أعلم في الأخير هل المكان اللي احنا موجودين فيه هو اللي حدثت فيه معجزة انشقاق البحر، والذي مجرد حكايات لا يوجد دليل مادي قوي عليها. الله أعلم في الأخير، المهم العبرة من الحكاية، وإن اللي قال إن الأنهار بتجري من تحته غرق في المية، سبحان الله. ودي كانت حلقة جديدة مع الخميائي عن معجزة انشقاق البحر على إيد سيدنا موسى، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.